فليتفضل أستاذ مشكورا بعرضه المعنوان بالمخطوطات العربية في طب الأطفال وجهود الباحثين المعاصرين في تحقيقها وخدمتها. الكلمة لكم أستاذ. بارك الله فيكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المؤتمر، ونشكر كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان ولجنة التراث بهذه الكلية، خصوصا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله على تنظيم هذا المؤتمر المتميز الذي يعني يتردد كل سنة. عنوان مداخلتي: المخطوطات العربية في طب الأطفال وجهود الباحثين المعاصرين في تحقيقها وخدمتها. أقول في المقدمة: يعد التراث المكتوب لكل أمة عنوان أصالتها ودليل إسهامها في الحضارة الإنسانية، فإن سنة الله في الاجتماع الإنساني أن نهضة الأمم في مجال العلوم الطبيعية والتجريبية تبنى على تراث أمم أخرى فيستفيد اللاحق من السابق. فعلم الطب نموذجا عند العرب والمسلمين عرف نهضته وازدهاره بعد استفادة علمائه من تراث اليونان، ومما لا شك فيه وسنبينه بالأدلة أن نهضة الغرب اليوم في مجال الطب كان جزء منها على ما تركه العرب والمسلمون من علوم في هذا المجال. ولهذا فإن معرفة هذا التراث وتحقيقه وخدمته لها أهداف كثيرة. سأتناول هذا البحث إن شاء الله في ثلاثة محاور. أولا، تمهيد أذكر فيه طب الأطفال في الحضارات التي سبقت الحضارة العربية الإسلامية. ثم في المحور الأول أقوم فيه بعرض وتقديم أهم المخطوطات العربية الموجودة أو المفقودة في علم الأجنة وطب الأطفال التي تعد امتدادا وترجمة لجهود أطباء اليونان. ثم في المحور الثاني أعرض المخطوطات العربية في طب الأطفال عند العرب المسلمين بعدما جعلوه علما مستقلا. ثم في المحور الثالث أذكر جهود الباحثين المعاصرين في تحقيق وخدمة المخطوطات العربية المستقلة في طب الأطفال من خلال دراسة نموذجين. النموذج الأول هو رسالة تدبير الصبيان لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب، ثم الرسالة الثانية هي سياسة الصبيان وتدبيرهم لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الجزار القيرواني. أقول في التمهيد إن المعلومات قليلة جدا عن طب الأطفال في حضارات بلاد ما بين النهرين، فالمؤرخون يؤكدون أن الطب كان عند الآشوريين والبابليين بدائيا وبسيطا، إلا أنه تضمن معلومات عن طب الأطفال وبعض الأمراض التي تصيبهم. وأكدت بعض الدراسات أن طب الأطفال كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأمراض النسائية، هذا عند الحضارة ما بين النهرين. أما المصريون القدامى فهم حسب مجموعة من الباحثين أول من مارس الطب على أسس سليمة، بل إن من الدارسين من يرى أن الطب نشأ في هذا العصر وتخصص بعض الأطباء في نوع معين من الأمراض كأمراض النساء وأمراض العيون وغيرها، وكانت رعاية الأطفال ثقافة منتشرة عندهم كالاهتمام بجودة لبن الطفل وأهمية لعب الأطفال ووسائله والاهتمام بالرياضة البدنية للطفل. وقد أخذ اليونانيون معلوماتهم الطبية عن المصريين، وأشهر من كتب في طب الأطفال أبو قراط المشهور الملقب بأبي الطب، وهو الذي أشاع في الناس تعلم الطب بعدما كان خاصا بالملوك وعلية القوم يتوارثونه أبا عن جد. وقد ترك أبو قراط نحو من 30 كتابا في الطب، وألف كتبا تخص طب الأجنة والأطفال، منها كتاب المولودين لسبعة أشهر. كما اشتهر من أطباء اليونان غالينوس الذي انتدب نفسه لإحياء تراث أبو قراط الطبي بعدما أصبح الطب بعده فلسفة ونمحت معالمه وحقائقه، وبلغ مبلغا من الطب لم يبلغه أحد قبله أو يدانيه فضلا عن أن يساويه، فألف كتبا كثيرة في الطب، غير أن ما ينتمي منها لطب الأطفال هي مقالة في توليد الجنين المولود لسبعة أشهر، وتفسير كتاب طبيعة الجنين لأبو قراط، ومقالة في أعضاء الجنين المتولد في الرحم هل تتخلق كلها معا أم لا، إلى غيرها. أما طب الأطفال، ننتقل إلى طب الأطفال عند العرب قبل الإسلام. كان طب الأطفال عند العرب قبل الإسلام بدائيا مبنيا على تجارب ووصفات متوارثة، وكان الكي بالنار أداة مستعملة بكثرة لعلاج الأمراض، وكانوا يعتقدون
كانوا يعتقدون أن سبب الأمراض أرواح شريرة، وأن علاجها إنما يكون من قبل الكهان والسحرة والمنجمين والمشعوذين، غير أنهم بالمقابل حرصوا حرصا شديدا على قوة جسم الطفل، فكانوا يختارون من يرضعه من نساء البدو. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البادية لهذا الأمر، للرضاعة وتقوية جسده. المحور الأول: المخطوطات العربية في علم الأجنة وطب الأطفال، التي تعد امتدادا وترجمة لجهود أطباء اليونان. يعني العرب عندما بدأوا دراسة الطب لم يبدأوا من فراغ، بل أخذوا تراث اليونان فبدأوا ينقحونه ويترجمونه. إذن لاحظتم معي في المحور الأول التسلسل: المصريون هم من أول من بدأ الطب، ثم أخذه عنهم اليونانيون، ثم بعد اليونان أخذه العرب منهم. وهذا شأن الكثير من العلوم التجريبية، فكما يقال أن العلم إنما هو بناء تراكمي، العلم إنما هو بناء تراكمي. كان الأطباء الأولون في الحضارة العربية الإسلامية يأخذون معارفهم من اليونان، خاصة من أبوقراط وغالينوس، وكان أغلب هؤلاء الأطباء ممن قربهم الخلفاء المسلمون، خاصة في العصر العباسي، وكان أغلبهم من النصارى أو اليهود أو الصابئة، بعضهم أسلم وبعضهم الآخر بقي على دينه، لكنهم قدموا خدمات طبية جليلة للحضارة العربية الإسلامية. إن طب الأطفال لم يكن تخصصا لوحده عند اليونان وفي بدايات الطب عند العرب والمسلمين، بل كان مرتبطا بعلوم أخرى، خاصة علم الأجنة والتوليد، مما جعل أطباء اليونان يفردونه برسائل ومقالات في تخلق الجنين والمولودين لسبعة أشهر وثمانية أشهر وغيرها. وأهم الكتب والرسائل العربية الأولى التي احتوت فصولا في علم الأجنة وطب الأطفال أذكر بعضها. هذه المؤلفات ما يميزها أنها كانت مرتبطة بطب اليونان، إما ترجمة لها أو أنهم يحاولون أن يشرحوا هذه الكتب. من أهم هذه المؤلفات مؤلفات يوحنا بن ماسويه في علم الأجنة وعلاج العقم. ومعروف أن ابن ماسويه ولد في جندسابور، وتلقى تعليمه وتربيته على يد جبرائيل بن بختشوع، وتعلم السريالية والعربية واليونانية. لماذا ذكرته هذه اللغات تعلمها؟ لأنها مساعدة له في ترجمته لعلوم اليونان. ليوحنا بن ماسويه كتب كثيرة في فنون الطب وتخصصاته، فله كتاب مستقل في علاج العقم اسمه كتاب علاج النساء اللواتي لا يحبلن حتى يحبلن، ذكره ابن أبي أصيبعة. كتاب كذلك، هناك كتاب آخر هو كتاب فردوس الحكمة، وهو كتاب شهير لأبي الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري. ربن هذه تعني يعني في اللغة السريانة الأستاذ أو المعلم. كان نصرانيا ثم أسلم على يد المعتصم العباسي الذي قربه وأدخله المتوكل ضمن ندمائه. كذلك مؤلفات حنين بن إسحاق في طب الأطفال. يعد حنين بن إسحاق العبادي من أشهر الأطباء في العصر العباسي، كان يجيد العربية وعالما بدقائقها، ويجيد اليونانية والسريالية والفارسية. من مؤلفاته مما له ارتباط بطب الأطفال نجد كتاب في من يولد لثمانية أشهر، ألفه لأم ولد المتوكل، وقد حقق الكتاب يوسف حبي، وعنون له بكتاب المولودين. كذلك له كتاب في اللبن، وله ما قال في كون الجنين، إلى غير ذلك من الكتب. كذلك هناك مؤلفات ثابت بن قرة في علم الأجنة وطب الأطفال. من هذه المؤلفات نجد جوامع كتاب غالينوس في المولودين لسبعة أشهر، رسالة في الجدار والحصبة، مقالة في صفة كون الجنين. تلاحظون معي بأن هذه الفترة إنما تميزت بكون علماء العرب والمسلمين، أطباء العرب والمسلمين، إنما يشرحون كتب اليونان أو يطورونها، لكن بقي هذا الارتباط العضوي بين أطباء العربي وأطباء الأسنان وأطباء اليونان. المحور الثالث الآن: المخطوطات العربية في طب الأطفال عند العرب والمسلمين بعدما جعلوه حلما مستقلا. نبدأ بمؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي في طب الأطفال. يعد أبو بكر الرازي
من أشهر الأطباء العرب والمسلمين بل وفي العالم كله، ذلك أنه جمع علوما طبية شتى لم يجمعها قبله أحد منذ عهد غالينوس، ولم يكن يكتفي بما درسه نظريا بل يعد من أشهر الأطباء الذين كانوا يجرون التجارب السريرية. هذا كان يميزه، لم يكتفي بما تلقاه من علوم نظرية في الكتب اليونان، لكن كان يجري التجارب حتى يثبت هذه النظريات هل هي صحيحة أم خاطئة. ولذلك انظروا معي، لذلك خلدت مدرسة الطب في باريس ذكر الرازي فأقامت له نصبا تذكاريا في باحة القاعة الكبرى والمدرسة لأنهم يعلمون قيمته. والرازي وهو أول طبيب عربي تخصص في طب الأطفال وجاء بالجديد في هذا المجال، ولم يكتفي بنقل علوم اليونان مثل من سبقه من الأطباء العرب، وظهر ذلك في الاكتشافات ونوعيات الكتب والرسائل التي ألفها في طب الأطفال، فجاء بأمور لم يسبقه إليها غيره. وله مجموعة من المؤلفات، منها كتاب مختصر في اللبن، فصول تهم طب الأطفال في كتابه الحاوي، وكذلك له كتاب في الجدري والحصبة، لأن الرازي يعد أول طبيب فرق بين الجدري والحصبة. هذه يشهد له أطباء العرب وأطباء الغرب بأنه أول من فرق بين الحصبة والجدري، أما قبل فكانوا يعتبرونها مرضا واحدا. وله كذلك كتاب المنصوري، تحدث الرازي في المقالة الرابعة منه عن حفظ الجنين وتيسير الولادة وتدبير الطفل، فيذكر طرق العناية بالوليد وإرضاعه وفطامه. كذلك هناك فصول من كتاب المعالجات البقراطية لأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري، وهو أول مخطوط عربي يصل إلينا يفصل طب الأطفال عن الأمراض النسائية، على اعتبار أن نسخة رسالة الرازي المسمى تدبير الصبيان من المفقود، وإنما توجد نسخاتها المترجمة كما سنرى إن شاء الله في المحور الأخير. فالرازي هو أول من ألف في طب الأطفال، لكن رسالته لا توجد عندنا بل توجد نسخة مترجمة، ولذلك عد مجموعة من الباحثين هذه الكتاب المعالجات البقراطية وما يتعلق منها خصوصا بطب الأطفال بأنها أول من وصل إلينا من المخطوطات في طب الأطفال. كذلك هناك كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم من ابن الجزار القيرواني التي أذكرها فيما بعد، كذلك كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالة والمولودين لعريب بن سعد الكاتب القرطبي، وكذلك فصول من طب الأطفال من كتاب كامل الصناعات الطبية المعروف بالكتاب الملكي لأبي الحسن علي بن العباس الأهوازي، هو المعروف كما ذكر أستاذ خلف بالمجوسي. لماذا سمي المجوسي؟ هو ليس مجوسيا، إنما كان أبوه وأهله مجوسيون وهو أسلم، فبقيت هذه النسبة وهي المجوسي فاشتهر بها. كذلك كتاب تدبير الحبالة والأطفال وحفظ صحتهم والأمراض العارضة لهم لأحمد بن محمد بن يحيى البلدي، وفصول جراحة الأطفال في كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف لأبي القاسم الزهراوي. أبو القاسم الزهراوي هذا أمة لوحده، يسمى يطلق عليه بأبي الجراحة، هو تجدون في الرواق على هامش هذا المؤتمر مجموعة من الأدوات الجراحية التي كان مكتشفا لها. مؤلفات كذلك أبي علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا في طب الأطفال، مؤلفاته كثيرة في طب الأطفال، نجد فصول في طب الأطفال والعناية بهم في كتابه القانون، أجزاء من أرجوزته في الطب إلى غير ذلك. لكن بعد عهد بن سينا استمر الأطباء في تأليف كتبهم، فيأتون عرضا على ذكر ما يتعلق بتكون الجنين أو بتدبير الصبيان والعناية بهم في هذه الكتب، كما ظهرت بعض الكتابات عند بعض علماء التربية المسلمين كتبت أصالة لتربية الأطفال، هذا هو الأصل، كتبت أصالة لتربية الأطفال لكنها تضم بعض الفصول المتعلقة بطب الأطفال. نذكر من ذلك مؤلفات أبي حميد الغزالي، الإمام الغزالي في تربية الأطفال، ما يتعلق هناك فصول تتحدث عن الطب في كتابه إحياء علوم الدين. كذلك له رسالة مفردة في تربية الأطفال سماها رسالة أيها الولد. كذلك مؤلفات ابن قيم الجوزية، وله كتاب مستقل في هذا الأمر سماه تحفة المودود بأحكام المولود، تضم هذه الكتب رغم أن فيها من الفقه لكن فيها أشياء تتعلق بالطب مثل التحنيك وختان المولود وثقب أذن الذكر والأنثى إلى غير ذلك.
المحور الثالث هو جهود الباحثين المعاصرين في تحقيق وخدمة المخطوطات العربية المستقلة في طب الأطفال. في هذا المحور إن شاء الله سأبين يعني جهود بعض الباحثين في هذا الأمر، وهو مسألة طب الأطفال وكيف حققوا هذه المخطوطات المتعلقة بطب الأطفال. أولا، الرسالة الأولى هي رسالة تدبير الصبيان لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي طبيب، وجهود الدكتور محمود الحاج قاسم محمد في تحقيقها. يعتبر كثير من المؤرخين لعلم الطب أن الرازي كما ذكرت سابقا هو مؤلف أول كتاب في طب الأطفال، وهو ما دفع طبيب الأطفال العراقي الدكتور محمود الحاج قاسم محمد للبحث عن هذه المخطوطة سنة 1970، خاصة أن العراق كانت تضم نوادر المخطوطات العربية، كما بحث في مكتبات عربية أخرى في الدول العربية لكنه لم يجدها. تأملوا معي، مخطوطة في طب الأطفال ألفها الرازي الطبيب، ألفها الطبيب الرازي، لا توجد عندنا نسخة منها في العالم العربي والإسلامي، لكن أين وجدها؟ أين توجد؟ توجد النسخة في إيطاليا. هذه النسخة والاهتمام، شوف سبحان الله العظيم، الجامعات الأمريكية والمعاهد الأمريكية تبحث عن هذه المخطوطات. هذه المخطوطة سمع أنها نشرت هذه المخطوطة في مجلة أمراض الأطفال الأمريكية في العدد الخامس سنة 1971، مترجمة من الإيطالية إلى الإنجليزية من طرف سامويل إكس رادبيل. فقام الدكتور محمود الحاج قاسم بترجمتها من الإنجليزية إلى العربية بعدما يئس من وجود النسخة العربية الأصلية رغم كثرة ذكرها من قبل المؤلفين. وبالتالي هذه مجموعة من المؤلفات العربية ذهبت، لماذا؟ لأنها لا توجد منها نسخ. وقد طبعت هذه الرسالة، وهو بالأحرى هي ترجمة وليست، لأنه بحث عن النسخة الأصلية فلم يجدها، فترجمها من الإنجليزية رادبول، قام بترجمتها من الإيطالية إلى الإنجليزية، والدكتور محمود قاسم ترجمها من الإنجليزية إلى العربية وهي متوفرة يعني في كتاب. طبعت هذه الرسالة كما قلت سنة 1979، ثم أعاد طبعها الدكتور محمود القاسم مع رسالتين لابن ماسويه، يعني في رسالة الجنين وكذلك في رسالة لابن سينا في الأغذية. رسالة الرازي في تدبير الصبيان لها أهمية تاريخية خاصة، ذلك أنها أول رسالة تفصل بين طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد. كما تعلمون نحن في كلية الطب والصيدلة، إلى الآن هناك ارتباط بين طب الأطفال وطب المواليد وطب التوليد إلى غير ذلك، وبالتالي كان هو أول من فصل فيها في هذا الأمر. ولمعرفة قيمة الرسالة كذلك يكفي أن نعلم أن أول، انتبهوا معي لهذا الأمر، أن أول مؤلف مستقل مطبوع في طب الأطفال في الغرب هو كتاب دو إنجيتيوم أنفانتوم لبيكالادوس، صدر سنة 1472، اعتمد فيه مؤلفه كليا على رسالة الرازي. أخذه هذا شأنه مجموعة من أطباء الغرب، يستولون على مخطوطة ثم يكتبون على منولها ثم ينسبونها لهم ولا يذكرون المؤلف الأصلي لها. كما أن رسالة الرازي طبعت كذلك على المطبعة، تصوروا معي في بداية المطبعة، طبعت كذلك على المطبعة سنة 1481، ثم أعيد طبعها مرات كثيرة، وكانت كتب طب الأطفال في أوروبا إلى حدود القرن السابع عشر تنهج طريقة الرازي في رسالته المترجمة إلى اللاتينية، وبالتالي كانوا يعتمدونها كليا. جاء الرازي في هذه الرسالة بأمور جديدة ميزته عمن سبقه من الأطفال من الأطباء. ومن هذه الأشياء الجديدة نجد أنه تناول أمراض الأطفال حسب أنواعها، كان من قبل يتناول حسب السن، السنة الأولى السنة الثانية ويذكر الأمراض، لا هو ذكر حسب المرض. فرق بين الحول الولادي استرابيزم، الحول الولادي والحول الذي يحدث بعد الولادة. تحدث لأول مرة في أسباب كبار الرأس لهيدروسيفالي، هو أول من تحدث في الأمر هذا عند الطفل وفرق بينها، كما أنه اعتبر صغار الرأس لاميكروسيفالي الذي يولد مع الطفل لا علاج له، وهو ما يؤكده الطب الحديث. ميز بين أسباب الإسهال بين التسنين والبرد وتعفن الحليب، ذكر أسباب بروز السرة الفتق،
عند البكاء أو العصر إلى غير ذلك. وعلاوة على ما ذكر في هذه الرسالة جاء بأمور جديدة في طب الأطفال في رسالة تدبير صبيان، فإننا نجده في غير هذه الرسالة يميز تمييزا واضحا كذلك بين الحصبة بوحمرون لارجول وبين الجداري لافاريول، وهو أول من فعل ذلك بشهادة المؤرخين العرب. قام الدكتور محمود الحاج قاسم محمد بجهد كبير في تقريب رسالة الرازي للباحثين العرب ولعموم المهتمين بطب الأطفال، ذلك أنه أجرى دراسة لتعريف الرازي ثم القيمة العلمية لهذه الرسالة إلى غير ذلك، ثم قام بترجمة جيدة من الإنجليزية إلى العربية. تعلمون بأن الترجمة أصعب شيء في الترجمة هي ترجمة المصطلحات العلمية الدقيقة الطبية، لكن ما نفعه وهذا يجب الإشارة إليه، ما نفعه هو أنه طبيب أطفال، وبالتالي فهو يعلم هذه المصطلحات. ومن إيجابيته كذلك أن هذا التخصص كان يعني ساعده، هو طبيب في الأطفال، طبيب أطفال لمدة 50 سنة، فكان يأتي بما جاء به أطباء الأطفال منذ القدم عند علمائنا، فيقول بهذا بأن هذا الأمر صحيح وهذا الأمر خطأ، وأكد بأن مجموعة من العلوم في مجال طب الأطفال لا زالت إلى اليوم هي يعني سارية المفعول وصحيحة. الكتاب الثاني وأختم به أو رسالة ثانية وأختم بها هي سياسة الصبيان وتدبيرهم لابن الجزار القيرواني، هذا علم شهير ابن الجزار القيرواني، له مجموعة من المؤلفات في مجالات شتى، في الطب، التاريخ، الأدب، التراجم، الفلسفة، لكن كتب الطب عنده كتب متميزة، هو كما أشهر كتبه طب المساكين، طب الفقراء والمساكين، عنده مجموعة من الكتب التي لقيت شهرة كبيرة. والرسالة التي سأقدمها هي المسماة سياسة الصبيان وتدبيرهم، وهي رسالة فصل فيها ابن الجزار في أمراض الأطفال التي كانت منتشرة في وقته في القرن الرابع الهجري، وتضم نصائح وآداب لتربية الطفل وحفظ صحته. وقد جعل ابن الجزار كتابه في 22 بابا متبعا ترتيبا عجيبا، بدءا من خروج الطفل ومنهجية التعامل مع ظروف ولادته إلى ما يتعلق بالمرضعة، ثم إلى ذكر الأمراض التي تعرض للأطفال، وصولا إلى تربية الأطفال وتحسين أخلاقهم وسلوكهم. حقق هذه الرسالة الدكتور محمد الحبيب الهيلة، وهو تونسي رحمه الله، توفي الحبيب الهيلة رحمه الله في سنة 2019، ونشرت هذه الرسالة في عدة طبعات، لعل أقدمها ما نشرته الدار التونسية للنشر سنة 1968، ثم نشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت في طبعة ثانية، وأعيد إن شاء الله في دقيقة. أقول لقد أجاد الدكتور محمد الهيلة في تحقيقه لهذا الكتاب، الدكتور محمد الحبيب الهيلة يشتهر بتحقيق المخطوطات، منها موسوعته النوازلية نوازل البرزولي إلى غيرها من الكتب، فكان لهذا التخصص في تحقيق المخطوطات دور كبير في تحقيق هذه المخطوطة. كما أن ابن الجزار القيرواني ابن بلد الحبيب الهيلة، فكان هذا الانتماء دافعا له إلى أن يهتم بهذه الرسالة. أختم بتوصيات، فأقول أولا ضرورة تخصيص بعض أطروحات الطب والصيدلة وبعض مشاريع نهاية الدراسة بكليات ومعاهد العلوم الصحية بأبحاث تروم وتحقيق بعض تراث طب الأطفال، لأنهم هم الأولى، الطب يعني طلبة كليات الطب، طلبة المعاهد الصحية هم الأولى. لماذا؟ لأنهم يعرفون هذه المصطلحات. والبشير بن جلون كما تعلمون حقق الدكتور أحمد الرحموني رسالة في للعالم أو الإمام العالمي، فحققها تحت إشراف الأستاذ البشير. كذلك من الأفضل على كل أهل تخصص في الطب أن يهتموا بتراثنا العربي الإسلامي في ذلك المجال، وأن يحققوه، سواء كان هذا التراث كتبا مستقلة كما فعل الدكتور محمود الحاج قاسم، أو كذلك إن كانت أجزاء من هذه الكتب. ثالثا، يمكن للمهتمين بطب الأطفال من أساتذة وطلبة الطب والطلبة الممرضين وطلاب التاريخ وعموم الباحثين دراسة مرض معين من أمراض الأطفال بناء على المخطوطات ألفها علماؤنا القدامى، سواء حققت أم لم تحقق، بدراسة مقارنة. وأعجبني أسلوب الأستاذ
الأستاذ عمر عندما تحدث عن يعني يجمع بين ما كان من مخطوطات ما كان في علم في المخطوطات وما هو العلم الحديث في مسألة طب العيون، فهذا يؤتي أكله. أقترح مجموعة من الموضوعات على الطلبة: الاختلاجات الكونفولسيون والصرع الإبيليبسي عند الأطفال، كذلك الحصبة بوحمرون جداري، السنسنة المشقوقة لاسبينا بيفيدا عند الأطفال، طرق التكفل بالمولود مباشرة بعد وضعه يعني طب المواليد، أنواع الحليب المفيدة، تسنين عند الأطفال، التهابات الفم إلى غير ذلك. هناك مجموعة من المقترحات يمكن أن يشتغل عليها الطلبة في هذه المعاهد وفي هذه الكليات. أشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.